السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير ويطول عمركم، ما قصرتوا، الله يحفظكم. السلام عليكم. ما سلم السلام. هلا والله. بطل لا 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 سلام لا لا الله يحفظك. هلا كابتن، كيف الحال؟ يا مرحبا. هذا اخواننا من البصرة ما شاء الله، من العراق، والله كفو عليهم ما شاء الله. الرزيونة هاي، هذا عارفه، انا صاحب وحده نظيفه ما بركه من نظافتها. ايه رحال نجران ولا انا اقول لك تعرفه ما شاء الله، اسميها نظيفه دراستك يا بركان. وين ما يسمعنا تبارك الله، اخوان كلهم متجمعين مو مقصرين، مخاوين شمه. مرحبا. الحمد لله. الله يحفظك. قفل بعمرك. ايه ادري بعمرك. مسكن في القطيف ما شاء الله تبارك الله. يلا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، يا مرحبا وسهلا اخواننا جميعا هني ما شاء الله. الله يحييك يا كابتن، كيف الحال؟ طيب. الله يرحم والديك. شيء ملفت للنظر. الدباب، الدراجة هاي ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. 81 41 سنة عمره، 250 سيسي. ما شاء الله ما شاء الله. وهذيك اختها اللي هناك؟ ذيك 82. هذيك 80؟ اي 82. 82؟ اي اي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وكيف سيرها بعدها ما شاء الله؟ اي اي امورها طيبة الحمد لله. هاي تيسترو دهن وبنزين خبط. اها تو سترايك. اي تو سترايك. تو ستراك المحرك قوي جدا ترى، جبار، افضل من البترول. صح. بس احيانا قد يكون في مشكله الخراب شوي زياده، يعني معرض للخراب اكثر من هذا غير؟ لا الديزل والبنزين. لا المكس. لا ما في مشكله. ما فيها؟ هو تمرس في النهايه، عرفت؟ اي شركه هو؟ شركه المانيا ايباي. اه سكرت هاي؟ اي هاي قبل صانعته مو بس قفلت الشركة هاي. اي الحين ماكو منه بعد، ماكو تصنع قطع غيار امور موجود الى موجودة؟ موجودة ما شاء الله. اللهم بارك. الله يسلمك. هاي شو تسميه انت؟ ها؟ شو تسميه؟ شو تعطيه اسم؟ امزة هذا؟ لا انت مع الدراجة ايش تعطيه مسمى؟ كاختار لمسمى يعني؟ ايه مسمى ايه. ها؟ هذا والله يعجز. لا تعليق. المغامر. لا كلمة مغامر شوية فيه. والله مغامر يعني. والله. لا وجاي من بغداد يعني. جاي من العراق. اي والله. طبعا كابتن طلال. يا مرحبا. غنية عن التعريف. انا ما اعرف عنه، هو معرف عن نفسه قبل لا انا اعرف عليه. تعال مبارك يطول بعمرك. احنا تعرفنا على الوجوه الطيبه. الله يرحم والديك يا كابتن. هاي متعه الدراجات. الكنز صراحه. اي والله اي والله معرفه الرجال غنيمه الله يحفظك. كنز نعم. طول بعمرك يا كابتن. نرجع حق المغامر مثل ما سماك كابتن طلال، بس والله انا اشوفه اكبر من مغامر والله فعلا، يعني مش مجامله. دراجه في العمر هذا من بغداد ولا من وين؟ من بصرة. من بغداد لهني نزور عمره ان شاء الله. نرجع. اه بتطلعون على العمره ان شاء الله وبترجعون؟ والله الفرصه دام اللي واصلين هذه ان شاء الله فرت حصه. الله يكتب لكم الخير ان شاء الله وين ما تكونوا، توصلون وتردون لاهلكم بالسلامه ان شاء الله يا كابتن. الله يحفظك يا كابتن. لا لا في واحد مغربي. انزين. اوكي وين؟ جنب الفندق مالك. والله والله تبغى مغربي ولا بنغالي؟ انا اقول لا
جميلة. المكسب أحلى مكسب تلاقينا من هالحلوين وهذين الناس الطيبة. الله يرحم والديكم ويجزاكم الله خير وتجملتوا فينا وتحملتونا. الله يحفظك. والله يا أهل وإخوان ما عليكم سؤال، إحنا بانتظاركم بالعراق بالبصرة وبيوتنا كلها مفتوحة لكم أنتم وإخواننا. زين ان شاء الله بالقريب العاجل راح نشوفكم بعون الله. اكيد الله يشوفك. تعال في طيران البحر نجيكم لازم ان شاء الله. انا انتظر التقاعد يا وصف. تقاعدت والله العظيم بطلت من وظيفتي في سبيل انا وياك مع التقاعد في سبيل الدراجات. اي والله نتريى التقاعد. الله يرزقنا بالتقاعد خلال هالسنه. انا وياك سيم سيم ودور دور دور دنيا. دور دور والله دور 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 ارباب ما جلس بني. اقول لك ماشي دراجه سياره ماشي تنكر تنكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. انتهت وجهتنا. وجهتنا كانت ألا وهو مهرجان الإحساء أو واحة الإحساء، التراث الأول للدراجات النارية. الله يجزيهم الخير ما قصروا. بيض الله وجوههم وشكر خاص للجنة المنظمة على حفاوة التكريم وحسن الاستقبال وكرم الضيافة. طبعا قلنا انتهت وجهتنا ولكن لم تنتهي حكايتنا. حكايتنا ما زالت، ما زلنا نكتب بعض من سطورها الجميلة. راح نكتب السطور هاي برفقة الإخوان محمد يمع الضاري. كل الشكر والتقدير للكابتن محمد، شخص جميل فكاهي تبارك الله ما يضيق بالك في صحبة المخلوق هذا والسفر معه. طبعا كذلك لرفقاء الطريق الإخوان علي وسعيد اليحياي وبقية الشباب جميعا اللي كانوا معانا، أحمد البلوشي كابتن محمود موفق طبعا ما ننسى الجميل هذا، كذلك الكابتن أحمد بونوال أحمد النقبي، ولا قصور في بقية الشباب اللي مطرينا ساميهم كلهم على العين والرأس. شو اللي جمعنا مع البشر هذي؟ لا جمعنا معاهم حب الهواية، هواية الدراجات الجميلة هذه. سبحان الله خلتنا نعرف بشر، نعرف ناس ما كنا نعرفهم أبدا لولا وهاي حطوا تحت خطوط، لولا هواية الدراجات وهواية الترحال اللي جمعنا في هذه الشباب. ما شاء الله عليهم ونعم فيهم ولا بكم قصور جميعا. الحين طبعا وجهتنا التالية ان شاء الله او حكايتنا ما زالت مستمرة معانا، راح نكتب سطورها بمرافقة الاخوان. الوجهة الى مثل ما قلت لكم الى دولة الامارات. خلونا نعبي بنزين ونكمل سوالفنا. وضابي باقي 470 كيلو ان شاء الله عن نوصل بضبي الحدود قريب 100 وشوي، بعد اقل من 100 نشوف الصباح. هاي رش امطار هني وما شاء الله شوفوا البقعة بحر. طبعا البحر على فكرة قريب هني، بحر هني قريب. هذا طريق سلوى البطحة بزين، عاطي 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 برد. مدري الربع وقفوا، طبعا ما اقدر اروح الصوب الثاني بسبة الصباح ومضطر اني امشي. أسعد الله مساكم يا حلوين. وصلنا اللهم لك الحمد
طلعنا من منفذ البطحة، الأمور سهالات طول عمرهم، والله ما أخذت دقايق بأمانة. جوازات وجمارك ومع السلامة، وبعد البوابة هاي خلاص أكون غادرت أراضي المملكة ولنا عودة بإذن واحد أحد. طبعا الشباب بعدهم وراي، أنا أول واحد دخلت، الحين بإذن الله قدامنا إن شاء الله منفذ الغويفات، وعقبها نكون بحول الله دخلنا الدولة، وقدامي 450 كيلو لغاية العين، أربع ساعات وشوي أقل على حسب السرعة، والسرعة ما فيها فايدة. حاليا طبعا الساعة 1:30، درجة الحرارة 33، مئوية، الجو ما شاء الله مغيب، في نسمة هواء حلوة والله. هاي اللوحة لازم أوقف وأصور جنبها. اخذ صورة. يا هلا ويا مرحبا، عدنا والعود احمد، والحمد لله على سلامتنا وسلامة الجميع، وصلى اللهم لك الحمد. مدينة العين، مدينة الجمال، مدينة الزهور، شكرا لكل من رافقني في هذا الرائد الجميل لمنطقة الإحساء للمشاركة في مهرجان واحة الإحساء. شكرا كبات من القلب بدون ذكر أسماء، لأن تبارك الله الجماعة اللي كانوا معانا ما شاء الله تبارك الله عليهم، نخبة الدراجين. ولما أقول نخبة الدراجين معناتها نخبة الالتزام بقوانين السير والمرور والاهتمام بأمور السلامة، هذا معنى كلمة نخبة عندي، نخبة الدراجين. الله يعطيهم الصحة والعافية، والحمد لله على سلامة الأسفار للجميع. طبعا قبل لا أختم الفلوق هذا، أتوجه بالشكر الجزيل للكابتن ماجد الماجد، منظم هذه الاحتفالية أو هذه المناسبة الجميلة جدا جدا جدا، واللي كانت أكثر من رائعة. شكرا من القلب اللي خلانا نلتقي مع كثير من الدراجين المخضرمين على مستوى العالم، وليس على مستوى الوطن العربي أو الخليج فقط، وإنما كان عالمي لوجود كثير من الجنسيات المختلفة من الدراجين اللي شاركوا من ضمن المهرجان هذا، سواء من ألمانيا أو من أوروبا أو حتى من بعض الدول الآسيوية، وعلى جميع الأجناس سواء ذكور أو إناث. الله يعطيكم الصحة والعافية يا كابتن ماجد، ونتمنى لكم دائم التوفيق في المستقبل القريب والبعيد بإذن الله. تتحفون دائما بالتميز، ولا هي غريبة عليكم أنتم يا أهل المملكة العربية السعودية، أهل وأخوان. شكرا أهالي منطقة الإحساء، شكرا من القلب لكم على حسن الضيافة وكرم الضيافة وحسن الاستقبال وطيب المعشر. الله يجزيكم الخير في كافة أوقاتكم، والله يكتب لكم الخير ويعطيكم الصحة والعافية. شكرا الكباتن اللي يتحفون بتجاربهم، شكرا لعطانا من وقته أن نتكلم معاه لنقل الصورة المناسبة عن الدراجين في ما يخص الدراجات النارية. شكرا كباتن اللي سمحوا لي أني أنشر جزء بسيط من مغامراتهم اللي قاموا فيها، وأخذنا من عندهم بعض النصائح الله يحفظهم. شكرا من القلب كابتن
محمود موفق من دولة الإمارات، غني عن التعريف تبارك الله، شكرا من القلب. وراكان الوايلي من فريق المتحدون نجران، من نجران، شكرا من القلب. الكابتن الخلوق، الكابتن المتميز جدا، وهذا طبعا يسمحوا لي الكباتن فيه، راح تكون له حلقة خاصة، حلقة خاصة. الحمد لله على السلامة حبيبتي. انزين، حلقة خاصة اللي هو سفيان عبد العزيز، الله يعطيكم الصحة والعافية. وعاد قابلتنا هالأمورة الحلوة، قولي الحمد لله على السلامة. قولي يا متابعين عمي، متابعين عمي شو يسوون؟ لازم لايك والاشتراك. لازم شو؟ لايك والاشتراك. لازم تقولكم تسوون لايك واشتراك. الله يحفظك حبيبتي، يلا روحي بيتك.